بتعمل أي شيء مشان إخواتك أنا بعرف، وبعرف كمان قدي بتحب إخواتك. أي صح ماما، أنا بحبهم كتير، بس أنا بحبك أكتر منهم كلهم. مع إنك بدك تروح وتبعد عني 15 يوم، قصدي أنت بحياتك ما بعدت عني لحد هاللحظة، كيف رح تقدر تبعد؟ بس أنت بعتي معي كنتك، لا تخافي، هي رح تهتم فيني وما رح تتركني. إيه صح، بس كمان بكفي أمي. يلا قومي، يلا الوقت تأخر كتير هلأ، يلا نامي. كل يوم عم تنامي متأخرة. يلا نامي وارتاحي أمي. تنسي إنه ديف متجوز هلأ، وإذا هو لساته معتمد عليكي فهذا بيكون خطائك أنت، ولازم تتركيه يتقرب من مرته أكتر ويعتمدوا على بعضهم. أنت بعتي معي كنتك، لا تخافي، هي رح تهتم فيني. يا قدير، هالبنت هاي ما بتفهم أبداً. أنا بدي أعرف شو يلي صاير، وبهولا شو غير من ديف يعني، وبدي يعمل شهر عسل، ومين بده يشتغل؟ وانتي اكلي هم شو؟ بدي يفهم انا، دائما بتحشري انفك بشي ما بيعنيكي، ويا ريت تضلي ساكتي. كلي يلا كلي. شو دخلك؟ بالمناسبة، بما انه الكل حكى بخصوص شهر العسل تبع ديف، انا شايفة انه الكل يقرر عنه، شو رأيكم؟ شو قصدك انت؟ شو يعني؟ ما ضل حدا ما حكى فيه، بس شوف انا ما حكيت ولا كلمة ديف، انتبه. شكرا كثير يا اختي. أهلا وسهلا، كل يوم تعا أستاذ ديف. يعني من الطبيعي ما تتدخلي بحياتهم أبداً، لكن بدك من أخوكي ومرت أخوكي ياخدوا إذنك إذا بدهم يعملوا شيء أو ياخدوا رأيك بكل شيء؟ أوف طبعاً، ليش لا؟ بس ليش لحتى أخذ رأيكم إذا بدي روح على شيء مكان؟ أخي أنت مالك مضطر تأخذ رأي حدا، وإذا عملتها رح تضلك كل عمرك ماشي مثل ما بدنا نحنا. بس أهم شيء هلأ أنا متحمسة كتير كتير اليوم، لأنه أخيراً إجا اليوم اللي بستناه ورح تروح على باريس. شو رومانسي؟ ايه بس صحيح، انتو اتنين انبسطوا كتير ماشي، بس اهم شي لا تخلوا الرومانسية تبعكم تنسيكم الغراض اللي وصيناكم عليهم، يعني كل الغراض اللي وصيناكم عليها رح تجيبوها. ايه تعالي شوفي اشواري، ليكي كلهم عم يضايقوا ابنك وانتي مو موجودة، وخصوصي هي البنت الصغيرة اكتر وحدة بتحكي. يلا تعي اشواري. إشواري ماما افتحي عيونك. ديف بسرعة روح حط على الكنباية بسرعة. أمي ماما افتحي عيونك. أمي ماما ردي علي. ماما نيها معلي دقيقة، بدي شوف نبضة إذا منيح. بس اي بنتي جيبي لي لأصلة ضغطة بسرعة. بسرعة جيبي. شو صار لأختي؟ هي ما كان فيها شي مبارح. خلاص هلا اسكتي، سوناك شي رح تشوف شو بها، شو رح يصير إذا عيطنا شوي. يلا بسرعة. ما في شي خطير، ما في شي. دكتورة يلا قولي لنا شو صاير مع أختي. أمي ضغطها نازل كتير. ماما افتحي عيونك ردي علي. أختي إشواري ديف. ماما أنا جنبك لا تخافي، أنا جنبك ماشي. شو ناخد على المستشفى؟ لا 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 ما في داعي، رح أحكي مع الدكتور بيجي بسرعة. يلا ايه بنتي بسرعة. ألو دكتور، معك دكتورة سوناكشي. دكتور ماما نازل ضغطة كتير، فيك تجي بسرعة لو سمحت؟ ماشي شكرا. شو؟ الدكتور جاي. أنا بتوقع أنه ماما نازل ضغطة بس لأنه إلا فترة منيحة وهي صايمة.
وكمان ما فيني انكر انه جسمها ما بيتحمل كل الضغط هذا والجهد. صحيح كلامك، كل يوم بتاكل هالقد بس، وكل الوقت بتقول انه ما انا جوعانه، وكل الوقت بتضل عم تشتغل بالبيت ما بترد على حدا. من اليوم لازم تغيري كل هدول وترتاحي. سؤنا اختي منيح؟ ما رح يصير شيء. تعالي ساعديني يلا، انا رح روح جيب الاكل والدواء وانت طلعها على الغرفه لفوق لو سمحت. ماشي ماشي بنتي فورا. يلا تعي معي اشواري قومي معي. شوي اختي. بيجاي بيجاي شو سوراب صاير معه شي جديد؟ هو اللي حكاكي؟ لا مو هيك، بس توني حكت معي هلا ونحن لازم نروح لعنده على البيت فورا. شو في؟ على اساس نروح على المطار هلا؟ ايه صح، بس اشواري تعبت فجاه وجابوا لها الدكتور على البيت، هي فقدت الوعي فجاه حرام، ونحن لازم نروح لعندهم. ممنوع تقومي من الفرشة ماما، الدكتور قال لازم ترتاحي منيح. ليش من إمتى الدكتور بيحكي غير هالحكي هاد؟ قلي الدكتور ما بيعرف شو صاير معي أصلا. أنا منيحة. إيه كتير منيحة، دائما بتقولي هيك مشان ما تخوفينا، فجأة بلاقيكي مرضانة. ماما أنا عم حاول أعرف شو في جوات قلبك، دائما مبين عليكي مزعوجة ومتضايقة وبعدين بتمرضي فجأة. إلا كان بعتذر منك إذا زعجتك بوجودي. عن جد؟ شو هالحكي اللي عادي عم تحكيه أنت؟ اطلعي فيني منيح، شو عم تخبي عني؟ ولا شي ماما. أنت بتعرفي إنه ما بتقدري تخبي عني شي، ما هيك؟ قولي شو صاير معك؟ تتذكر وأنت صغير وقت مرضت بالملاريا ابني؟ ايه، وبسبب هالشي ما عاد قدرت روح على المدرسة. كانت وقتها المدرسة كتير كبيرة وكنت حابة انك تروح عليها وتكمل دراسة، لأنه ما كنت بدي تروح منك ولا سنة. مدرسة كبيرة وأقساطها كانت كتير غالية، الكتب والدفاتر والتياب جديدة، كل شي كان وقتها جديد عليك صح؟ وبنفس السنة كان في شغلة واحدة جديدة على أختك نيها. نيها تركت المدرسة بهديك السنة، بتتذكر؟ لأنه ما كان بقدر إنه يتحمل أبداً مصروفكن أنتو اثنين بالمدرسة سوا، وأنا كنت اشتغل بالبيوت طول النهار مشان أقدر عيشكن عيشة منيحة. أما نيها كانت كل الوقت تضل بالبيت مشان تنتبه لنيهي وريا لأنهم كانوا صغار. هي كانت كل الوقت عم تعطي كل شي، بس أنا شو عملت لها؟ أخذت من بنتي كل شي وما عوضتها. ما كان عندي قدرة، بس اليوم الشي اللي وصلت له بحياتك أنت توقعت إنه ترجع لها شوي وتدعمها كمان وتعوض لها عن كل لحظة راحت منها، بس هالشي ما صار أبداً. لليوم بعدها بنتي مثل ما هي. نيها كانت تحب المدرسة كتير وهي صغيرة، بس البنت الفقيرة بحياتها كلها ما اشتكت لي ولا مرة إنه طلعت من المدرسة. نيها أخي أنا بس كنت عم حضر لك الشنطة. نيها لوين رايحة؟ عدي أنا رح أعلمك كل شي ناخده بالمدرسة كل يوم. نيها نيهي صار وقت تشرب الحليب حبيبتي، روحي جهزي لها اياه، انا صرت رح اتاخر على شغلي، ديري بالك عليها. حاضر ماما. مو مشكله برجع بعلمك عليهم بعدين، وما تاكلي هم شيء ابدا، انا رح اعلمك كل شيء، في قدامنا وقت كثير لتتعلمي. هي انحرمت من كل شيء لحتى تقدم لك يا الك، انت كمان تحديت كل المشاكل اللي واجهتنا، وهلا انت وصلت لمرحله كثير منيحه، صار عندك اسمك وسمعتك، انت صنعتهم بتعبك، واجا اليوم كمان اللي حبيت فيه سوناكشي وتزوجتها ومبسوط بحياتك. اما بنتي نيها بعدها عم تعيش النقص لحد هلا، صح تزوجت الشاب اللي هي بدها اياه، زوجت الشاب اللي حبته، بالرغم من هيك هي وحيده وقتها بتشوفكن عم تستعدوا لحتى تروحوا على رحلتكن. بهاد الوقت ما بتخيلنيها غير
عم تطلع فيك بنفس النظرة وقت رحت على المدرسة، لأنه رانفير ما قدر ياخدها ولو حتى رحلة قريبة. وأنا بعرف ابني إنه مالك ذنب بهذا الشيء، ولا حدا كان إله ذنب كمان، بس أنا رح كون أم مالي منيحة أبداً وقتها، وهالشي جرحني من جوا، وأنا كتير عم حس بوجعها. ديف، يمكن أمك صارت تخرف، بلشت أحكي وما انتبهت شو عم قول أبداً، طلعت كل شي زعجني من جوا. يلا أنا رح نام شوي هلا. شو صارت ساعة؟ أنت أي ساعة بسافر؟ ديف؟ ديف؟ أنت بشو صافن ابني؟ أنا غلطت كتير أمي، أنا كان لازم أفكر منيح بالموضوع من قبل. بشو كان لازم تفكر؟ إنه ما لازم أروح على شهر العسل. ديف، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ ليك بدك تنسى كل شي حكيته، وهلأ لازم تقوم تضبط أمورك. أنا ما فكرت بنيها، وما كان لازم قرر روح على شهر العسل هاد. ديف، ما بدي أسمع منك هالحكي. لا ماما، أنا قررت ما بدي أروح على باريس ولا بدي أعمل شهر عسل. ديف، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ كل أمورك زابطة والفيزا صارت معك وضبيتوا الشناتي وكل أموركم تمام، ومنشان إشواري كلياتنا هون وما حدا رح يتركها رح نعتني فيها، والدكتور قال إنه فترة قصيرة ورح تصير منيحة. إيه أخي، قلو هالحكي، شايف شو هالحكي اللي عم يحكيه؟ ديف، خلص كل الأمور صارت منيحة، شو سوناكشي عم تنتظر هاليوم من زمان كتير. يلا ابني قوم بسرعة، يلا يلا. أمي سوناكشي بتكون مرتي، وهذا البيت وهي العيلة هن جزء من حياتي كمان، ونيحة عم تكون مزعوجة بس تشوف سوناكشي مبسوطة، وأنا كيف بدي أقدر انبسط وأختي مزعوجة؟ هذا قرار نهائي. لو سمحت لا تعمل هالشي، أنت شوف بس كيف ممكن. أهلا وسهلا. أهلين، تفضلوا. سوناكشي أنت خبرتيهم؟ مرحبا. أهلا وسهلا. طمنيني كيف صرتي منيحة؟ أنا كتير منيحة، بس الأولاد بخافوا زيادة، الموضوع ما له مهم أبداً. سونا خبرتني إنه كنتي تعبانة شوي. بس خبرتنا سونا شو صاير، ما قدرنا إلا ما نجي ونتطمن، كنا عم نجهز حالنا وطالعين على المطار وقت اللي حكتنا. ماما شو بتشربي؟ بجيب شي بارد بابا؟ لا شكرا ما بدي لا شي. تاكلي هم، نحنا ما بدنا نشرب ولا ناكل شي بنتي. يلا لازم تخلصي شغلك بسرعة وما عاد لازم تتأخروا. بساعدك بشي حبيبتي؟ ماما الحقيقة إنه نحنا ما عاد رح نسافر اليوم، هذا الشي مو وقته أبدا. شو قصدك بهالحكي؟ بتروحي على شهر العسل بعد 10 سنين؟ بابا ماما مريضة وما فينا نروح نترك كل شي ورانا بهالسهولة، هي بحاجتنا هلا. سونا بس هي مو لحالها، وكتار اللي حواليها هون بيهتموا فيها، ونحن رح نجي دائما نطمن عليها. كل الامور هون منيحة، ما في داعي تأجلوا سفركم مشان هالسبب، فكروا بالموضوع. بصراحة هو هي مو المشكلة الوحيدة وبس، الحقيقة نحن شو؟ انتي وديف متخانقين مع بعض؟ لا ماما، نحن مناح، مو هي المشكلة ابدا، وبالحقيقة نيها نيها ورانفير في مشاكل كتير كبيرة بيناتهم، ولهيك الجو كتير متوتر بالبيت، ونحنا كمان ما رح نحس بالراحة هونيك. حبيبتي في كتير ناس هون بالبيت لحتى يدبروا هالأمور. بابا المشكلة مو بالناس هون، ديف هو اللي محابب إنه يتركهم لحالهم طول ما في مشاكل بالبيت، وأنا موافقة معه بهذا الموضوع، وبالحقيقة نحنا فكرنا منيح بالموضوع وهذا الشيء أحسن. بس هذا الوقت لازم يكون ملكهم بعد الزواج، وهي فترة كتير مهمة ما عاد ترجع أبداً، وبتقدر تقولي الحقيقة لنيها. ما في داعي أبداً تلغوا سفر شهر العسل مشان هيك موضوع. أنا معك بأنه نيها رح تكون مشكلة كبيرة، بس كمان سفرتكم مهمة، وانتي فهميها لنيها هذا الموضوع. أنا هيك رأيي سونا. بابا نحنا ما فينا، يعني حتى لو أنا وديف رحنا هلأ وقتها ما رح نكون مبسوطين هنيك، وبعدين شو الفائدة إذا رحنا؟ يعني خلص بابا، نحنا ما رح نقدر نروح أبداً، أنت لا تأكلها، بيجي وقت ومنروح. Thank you.
انت ليش بعدك قاعد هون لهلا؟ ما تجهز حالك؟ صار وقت نروح على المطار وانت بعدك قاعد بمكانك. انتوا روحوا، انا ما رح روح. ليش؟ شو صاير؟ ماني حابب روح، ماني جايب علي اطلع من البيت وشوف الناس الاغبياء برا، كرهان كل الناس وحاسهم كتير بشعين. سراب، شو صاير معك يعني؟ بشغلك او في مشكله تانية؟ رحت زرت 3 اماكن لعين المنتج منيح وخلوني اقطع الخضرة على اساس اشوف المنتج، وبعد هاد ما اشتروا مني ولا قطعه ورجعوني على المكتب. لا واحد منهم قال لي انه عم اتطلع على مرته نظره غريبه. شو هاد؟ عن جد؟ عن جد كنت عم تتطلع؟ ستي انا بعمل هيك شيء؟ منيح اللي اجيتوا، قال ما بده يروح على المطار. مو مشكله، ما حدا رح يروح على المطار. شوفي ليكون هدول الاثنين عشاء راحوا قبل ما يودعوا حدا منا، هربوا قبل ما يشوفونا. ما حدا منهم راح على محل. شو صار؟ لغوا السفره وما رح يروحوا على شهر العسل. شو؟ شو هاد؟ كل هالغرفة الكبيرة واحد ما بيقدر يمشي خطوة؟ وين لابتوبي؟ وين بيحط لي اياه هاد؟ مين قال له يشيله من هون؟ والشاحن وينه؟ يعني معقول الواحد مو قادر يلاقي ولا غرض من اغراضه بالبيت؟ معقول اغراضي مو ملاقيهم يعني؟ كيف ما قدرت شوف هالشي سوناكشي؟ كيف ما قدرت شوفها وهي بالبيت نفسه؟ كل الوقت كانت قدام عيوني مو شايف وجعها، كل الوقت وهي عم تضحي وأنا ما قدرت شوف. معقول ما كنت عم شوف كل مشاكلها؟ أي نوع من الأخوة أنا بكون؟ أنا كتير سيء. لا أنت أخي كتير منيح ده، وبعدين ما في حدا منا ما بيغلط. أنت بشو غلطت؟ نحن كنا مفكرين إنه نيها بدها تحل مشاكلها لحالها من دون ما نتدخل، بس بالأخير كلنا منغلط. الشيء الوحيد اللي منقدر نعمله إنه نوقف جنبها وندعمها بأي قرار بدها تاخده، بس هلأ نحن رح نكون معها للآخر ديف. من هلأ كلنا رح نكون مع بعض ونلاقي حل. آسف، أنا آسف لأنه ما قدرت أخذك على باريس، مع أنه وعدتك أني رح أخذك. آسف. باريس ما بيتغير مكانها، نحن منروح عليها مرة تانية، بس بالوقت اللي نحن عم نمر فيه عائلتنا هلأ أهم بكتير، وهي بحاجة أنه ندعمها. والقرار اللي أخذته كان كتير صح،
أنا معك دائماً. أنا بحبك كتير. بحبك كتير سوناكشي. أنت كل حياتي وأحلى شي فيها. وأنا كتير بحبك أستاذ ديف. شو في يا أخي؟ الحقيقة أنا كتير زعلان مشان ديف وسونا. الأولاد كانوا متحمسين هن عم يخططوا للسفرة. كان لازم تقنعيهم أنتي. أخي أنت ليش مفكر إنه أنا مبسوطة من الشيء اللي صار معهم؟ أنا قلت له لديف وحكيته قدامك إنه لازم يروح، مزبوط كلامي؟ بس هاد هو ديف، هو ما راح يكون مبسوط بزواجه إذا زواج نيها كان مهدد وما كان مثل ما خططوا. وبمجرد ما إنه يقرر مش الحال. عمي عمتي معها حق، وديف هلأ لغى حجز التذاكر. نحن قعدنا سوا وحكينا وقررنا أنه ما في داعي نروح. مو مشكلة عمي، إذا حبينا نروح منرجع منروح بعدين. وهلأ لازم قيس ضغط عمتي فورا. لكني هلا وين أخذ شنطات ديف وسونا؟ أنا بعرف شو عم أعمل. سونا؟ نيها؟ نيها؟ لا 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 تقومي من محلك، ارتاحي أنتي، أنا بشوفها. عمي بس نيها نادتني أنا، رح شوف شو قصتها، وأنتي خليكي هون وأنا جاي معك. تعالي نيها ردي علي، أنتي شو عم تعملي؟ نيها خلص وقفي شوي، فيكن تسكتوا بقى أنتوا الاثنين. ديف سونا شوفي يا نيها، ليش عم تصرخي؟ أنتي بتعرفي أن ماما مريضة كتير، وين أخذي هالغراض؟ ما رح أخذ معي شي، بس رجاء روحوا على شهر العسل، لأنه ما بدي حدا يلومني ويحط الحق علي. أختي أنتي شو عم تقولي؟ أنا ما بدي يصير مشاكل وما في داعي تتخانقوا بسببي. هالزواج تعكرس وهذا كان قراري، أنا بتحمل نتيجته لوحدي. أنا ما بدي مساعدة من حدا، وماني ناطرة منكم توقفوا جنبي. أنا فعلا ما بدي منكم شي. نيها أنت شو عم تخبصي؟ وليش عم تحكي هالحكي؟ شو أنت فكرني مجنونة يعني؟ نيها اسمعي، هلأ أنت معصبة شوي، اهدي، خلينا نقعد شوي ونحكي. يلا روق شوي، نحنا مو طالع بإيدنا شي. نيها حبيبتي شوفي، حدا ضايقك بشي؟ احكي. ما حدا قال لي شي، بس الكل عم يحكي من ورا ظهري. ليش ساكتة انتي؟ ليش ما عم تحكي؟ انا شو عملت انا؟ شو؟ ليش انتي مانك مفكرة انه شهر عزلكم التغى بسببي انا؟ ومو بس انتي، ابوكي مفكر هيك كمان صح؟ انا اسفة نيها، بس عم احكي الكلام اللي سمعته بإذني. نيها حبيبتي انتي غلطانة، كل اللي قاله بابا انه نحنا انا وديف لازم نروح على شهر العسل، وانه في كتير ناس بالبيت بيقدروا يديروا بالهم على عمتي، بس انا ما قلت انه. يا سلام، هذا اللي كان ناقصنا بس، معناتها الحكي ما حدا منا مهتم لصحة اختي. هلأ فهمت عليكم منيح، انتو اتنين ما بدكن حدا يعطلكن مشاريعكن، يلا روحي على شهر العسل تبعي. دهراني بلا الحكي البايخ. اذا سمحت انتي تحديدا لا تتدخل. بنتي روقي شوي. نيها ماما تعباني هلأ، ونحن فاتحين هذا الحديث السخيف، ما بقدر اتركك انتي وماما بهالحالة، ما رح كون مبسوط. القصة بهالبساطة، بس انتي ما عم تفهمي، سكري على الموضوع اختي. طيب قلي مرتك شو رأيها بهالكلام كله؟ قلي راحت وخبرت ابوها اني عندي مشاكل ببيتي. ليش؟ ليش تطالع اسرار العيلة لبرا؟ نيها لانه الموضوع صار كله بسرعة، وما كنت قادرة اشرح لبابا كل التفاصيل. انتي لا تفهميني غلط لو سمحت. حاجة يا بنت، من لما اجيتي على البيت. نيها لاخر مرة بقلك انه ما رح نروح على شهر العسل، انا ومرتي بقيانين هون بما انه ماما تعبانة. نيها اختي هي مانا غلطتك. طالما هيك القصة معناها لازم تروحوا على شهر العسل، لأنه أنا قدراني أعطيني بماما وكتير منيح كمان. من أنا وصغيرة متعودي على هذا الشي، بدونك اعتنيت فيها وهلأ رح أعتني. ما بدي شوف حدا منكم هون بكرة الصبح. أنا ماني زعلانة أبداً لأنه ما رح نروح على شهر العسل، بالنسبة إلنا عن جد مو مهم إذا رحنا أو لا، هالعيلة بتهمنا وبتعني لنا أنا وديف أكتر من هالاتناشر يوم اللي رح نروح فيهم على شهر العسل. ما رح تفرق لما يكون حدا من هالعيلة بحاجتنا،
ما بيصير نتركه ونروح. يا جماعة أنا بتمنى يكون الكل اقتنع، وهلأ خلينا نسكر على الموضوع نهائياً. شو هالمنبه الغبي؟ طالعة بتاخدي العقل وانتي نايمة، لهيك ما فيقتك. وهذا المنبه أنا اللي طفيته. خلص شيل إيدك، ما بيكفي ضع نص النهار وبدك تضيع النص التاني بحكيك الممل هاد؟ متأكدة يا مدام سونا أنه أنا ممل؟ مدام ديف لازم تقول، لسه ما بعرف إذا أنت ممل أو لا، بس اللي بعرفه أني تأخرت. تعرف قدي في شغل تحت؟ عفواً، بس كل شيء كان بينشغل بالبيت من قبل ما تجي. ما في داعي انت تشتغلي شيء ابدا من شغل البيت. ما في داعي انك تضايقي حالك، احسن ما تضايقيني. طيب تضايقي وخلص، ساوي اللي بدك اياه. صحيح، بدي اقول لك شكرا. شكرا؟ العفو أستاذ ديف، بس مع شو شكراً؟ لأنك استوعبت الموقف تبع نيها بطريقة كتير لطيفة. نيها بتخبص كتير بالحكي لما تعصب، بس أنتي اداركتي الوضع دغري وعرفتي تتصرفي وضليتك هادية. واو، معقول نحنا بدنا نقول شكراً لبعض على الطالعة والنازلة كل ما حلينا مشكلة بالعائلة؟ لا تقوليها، أنا بقولها لحالي، هيك أنا بحب. وفي شي تاني، ما بدي اياكي تضلي بالبيت وتتوتري على كل شغلة صغيرة. أنا بدي سوناكشي تضل على طبيعتها دكتورة بوز. أنا بدي اياكي ترجعي على شغلك هالكم يوم. ديف عن جد أنت حيرتني، شي بتقول بدك يعني أرجع على شغلي بالمكتب، وشي بدك يعني ضل هون بالبيت. طيب ليش ما بتحسم أمرك وبتخلصنا بقى؟ أنا عن جد بدي الاثنين، لأني بعرف إنه فيك توفقي بين الشغلتين سوا. بصراحة أنا عم فكر أرجع على الشغل، وحتى أني حكيت مع ماما بالموضوع، وهلأ عم فكر أرجع، بس بدي أنطر كم يوم كمان، وهذا الشيء لأنه أنا عم حاول أفهم منيح عائلتي الجديدة. بتعرفي أنت شو لازم تعملي هلأ؟ أنت لازم تفهميني إلي، وهالشي ضروري كتير. ليش؟ أنت بتعرفي ليش؟ لتقوى علاقتنا. كتش رنج بياركي ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी لما رايحة مدام بوز؟ قلت لك صرت مدام ديف. ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी. يا دكتورة. ايه يلا هذا حبيب قلبك. يلا اخي جاي فورا. عمتي تركي خليني ساويها عنك. لا يا بنتي أنا بساويها. سوناكشي. نعم. أنا بعرف إنك متضايقة وزعلان من اللي صار. مشان شو ماما؟ لأنك كنتي عم تجهزي حالك لتروحي رحلتك. وإذا يعني نحنا فكرنا بالموضوع ولغينا وخلص. هي هلأ نحنا معك، شو في أحلى من هيك؟ لسه أعطيني، عندي إلك مفاجأة. أنا كمان تعلمت أعمل العجين. ليكي عمتي ما بدي إياكي تفكري كتير، التفكير الزاهد بيأثر على صحتك، وأنتي ما لازم تتعبي حالك هالفترة أبدا. إذا كان على الحلوة أو على المرة نحنا لازم نعيش كل شي سوا. متأكدة إنه نحنا ما كنا رح ننبسط هونيك، لأنه كنا رح نضل أكلين همك أنتي ونيها. تعرفي شو بتخيل؟ إنه الناس مثل هالطحين هاد، ناشفين مثله، بس لما بتجي بتحطي عليه المي دغري بينمزجوا سوا مثل عائلتنا. يعني برأيك رح نقدر نتفهم أحزاننا ومشاكلنا إذا ما ضلينا جنب بعض؟ أنا بدي ضل جنب عائلتي لو شو ما صار.
صحيح إنه عمتي عطول بتضل تناديلي يا بنغالية وتسمعني حكي، بس أنا بضل بنغالية وبنفس الوقت صرت من هالعائلة، وللسبب هاد أنا لازم أتحمل المسؤولية كتير مثلك ومثل ديف تماما. مزبوط؟ شوفي منيح هيك؟ نعم يا أستاذ تفضل. إنه ليش عم تحكي بصوت خفيف؟ فهمني. أوك طيب وين؟ بالجنينة؟ طيب ماشي، بس مشان شو؟ أوكي أنا جاي. ديف، ديف، شو عم تعمل هون انت؟ اجيت قص العشب طبعا مشان اشوفك، وكمان نطيت عن الحيط. شو هالحكي هاد؟ ليش نطيت والباب مفتوح قدامك؟ طولي بالك شوي، شبك كان معي رفقات بالمدرسة كانوا يروحوا يقابلوا حبيباتهم بالسر، فكانوا ينطوا لعندهم من فوق الحيط. يمكن حتى نحن منخبي حبنا والعالم كله بيعرف فيه، بس الموعد لما يكون هيك بالسر بيكون أحلى من المواعيد الطبيعية. أولاً ديف، دور الشاعر مو لبقلك أبداً، أما ثانياً أنا بعرف إنه هذا مقطع غزل من غنية قديمة شوي. ماشي إيه، هالشعر مو أنا اللي كتبته، بس هي مشاعري هلأ، حاولي إنك تفهميها. أنت مو بالمدرسة هلأ وأنا ماني رفيقتك، أنا مرتك وأنت جايبني لهون مشان هاد المرهم هلأ. قلي ديف شو بدك فيه يلا. ايه جرحت رجلي وانا عم نط من فوق الحيط. شو؟ شو سئيل؟ يلا تعا اقعد هون. وين؟ بطل هالحركات، حاجة تعبت منك انا. ايه مدام، زوجك قدامك مجروح وانت قاعدة عم تصيحي عليه هلا، لازم انت تكوني فخورة فيه وتكوني معجبة كمان. انا معجبة فيه بس حركاته بتضحك. ماشي شو؟ لساته بيضحك هالشي؟ قولي عم ضحكك؟ ايه بعده بيضحك كتير. شوفي جيب صحن تاني. ماشي ابني. اللي ليش راجع بكير على البيت؟ انت منيح ابني؟ مريض فيك شي؟ ماما ما فيني شي، تركيني خلاص. طالما ما فيك شي لكان ليش راجع بكير على البيت؟ صراحة انا وديف مختلفين عن بعض، ديف صاحب الشركة وكل الوقت بيعطي اوامر، بس انا بعرف كون معلم، جعت واجيت اكل. بالاضافه اذا الناس بتشوف المعلم بالمكتب كتير بتصير بتاخذ وش عليه. طيب وبلكي عرف ديف؟ لا اطمني، ديف ما رح يعرف شي لانه جواسيس الاستاذ ديف هلا مالن هون. جواسيس شو؟ مين في غيرها؟ هديك البنت البنغاليه. ايه معك حق. ايه قريبا رح اطالعها برا البيت، بس انت اصبري علي شوي ماما. آلين دواكي. أنا ما بعرف شو عاملي شي يحمي حياتي لحتى القدير بعت لي أخ مثلك وابن مثل ديف. وكن مثل سوناك شي إشواري. بصراحة أنا بالعادة ما بنسى دواكي أبداً، بس بعتذر منك نسيته اليوم، وسوناك شي هي اللي ذكرتني فيه. شربي. تتذكري شو قلتيني مرة؟ شو قلت لك؟ قلت لي إذا شي يوم من الأيام ساويتي شي شغلة مو منيحة أو غلطتي بشي فأنا لازم أعاقبك على غلطك. أنا مو جاي لحتى أنبك هلأ، بس رح قلي أنا شو سويت يا أخي. لا أنت لسه ما سويتي شي، أنا عم أحكي عن غلط لسه ما سويتي.
أخي أنت شو حابب تقول؟ احكي بلا مقدمات. سوناكشي هي سوناكشي صارت فرد من أفراد هالعيلة، يعني من عيلتك أنت يا أختي. إيه شو حكيت؟ أنا ماني مختلفة معك بهالحكي. سوناكشي بنت طيوبة، هي صارت مرته لديف، وأنا ما بتمنى لهي البنت إلا كل خير. كيف أنا شفتي؟ هي بنت طيوبة وأنتي بتتمني لها الخير، وهي صارت مرت ديف، بس يا ترى أنتي متقبلتيها تكون كنة؟ أنتي بتحبيها عن جد؟ ليكي اسمعي إشواري، لا تكذبي علي، من عيونك بكشفك. أخي لكون صريحة معك، سوناكشي عن جد هي بنت طيوبة ومنيحة كتير، بس أنا عم ضل خايفة كل الوقت منها. بحس ديف رح يضل ملتهي بمرته سوناكشي، ورح يصير يبعد عنا وما يسأل علينا ويهملنا ويتركنا على الهامش. أنا حاسة ابني ديف يمكن يضيع حاله بهالعلاقة وينسى واجباته تجاهي وتجاه هاي العيلة. أخي ديف هو سندي الوحيد بكبرتي، شيلك مني ومشان إخواته البنات لسه قدامه كتير شغلات لازم إنه يسويها. اللي بدي إياه هو إنه يحافظ على العيلة ويخلينا مع بعضنا مثل قبل. ديف مو هو المسؤول عن لم شمل العيلة يا إشواري، هي مسؤوليتك أنت. أختي طالما أنت مانك قدرني تتقبلي سوناكشي من كل قلبك، فطبيعي ما حدا منا رح يكون مع التاني. أنت اللي جبتي مرت ديف على هالبيت إشواري، بس ما أعطيتيها مجال ترتاح بهالبيت أبداً. عملي لها أوضة لحالة، إذا ما رح تعملي لها أوضة لحالة ما رح تقدر تعمل عشة بهالعيلة، وما رح تحس أبداً بالاستقرار معنا. هاي صارت فرد من هالعيلة، وحدة منا، هي كمان متقبلتنا كنا بالبيت، وهلأ أجا دورك أنت. عمتي أنا ألي ساعة عم دور عليك. ليش في شي حبيبتي؟ إيه الموضوع ضروري كتير. شو؟ موافقتك. على شو؟ شغلة أنتي من قبل ما كنتي تخليني أعملها، لما كنت أنا أخصائية بالتغذية، بس هلأ أنا أكتر من هيك. إيه حبيبتي طبعاً. تتذكري لما قلتيلي إنه إنجاز مهام صغيرة مشانك ومعك بنفس الوقت هو من واجبي وحقي كمان؟ شو قلتيلي موافقة؟ خلص حبيبتي ما في داعي. عمتي بترجعكي. طيب خلص تعي، طالما هيك بدك. سوناكشي عن جد حبيبتي انتي عندك اصابع سحرية، مجرد ما لمستيني راح الوجع نهائيا. عن جد هيك صاير؟ بابا كمان كان هيك يقلي، كنت ضلك له رقبته لأنه كل نهاره بيضل بيقرا جريدة، ومع الوقت صارت رقبته قاسية وبتوجعه كتير. سوناكشي بنتي عن جد أنا كتير زعلاني لأنه بسببي أنت وديف ما عملتي. ليش لساتك عم تفكري بالموضوع؟ ما تشغلي بالك، أنت ما لازم تزعلي بالمرة، إذا أنا وماني زعلانة ابنهم. طيب ما عاد رح أحكي بالموضوع. عمتي حكيتي شي مرة معنيها؟ لا ما بعتقد إنه مزاجها بيسمح لها تحكي هالفترة مع حدا. فيها تحكي إذا مو قلنا لرانفير، يعني أنا لاحظت إنه رانفير عم يحاول عطول يحكيها. كمان انتبهت إنه مرة رانفير دقلا كتير على التليفون بس نيها ما ردت عليه. العلاقة بين اللي بيكونوا متزوجين مختلفة كتير، هنن بيقدروا يحكوا شو ما بدهم لبعضهم، بس ما حدا من برا بيقدر يقنبهم. لهيك ما بقدر احكي معها هلأ، بس احتمال بعدين تتقبل. بس عمتي نحن لازم نقنعها تروق، ما هيك؟ حبيبتي أنا بعرفها لنيها مو سهل إقناعها أبداً، ولادي ديف ونيها متشابهين بهالصفة كتير، لما يقرروا شي قرار معناها ما في رجع بكلامهم.
نيها مو طالت له لديف غير بهالشغلة هاي بعنادة بس. نيهي، أنا ولا مرة شفتك عم تدرسي يا بنتي، ومع هيك علاماتك عالية. إيه عمتو، أول شي درستني سونا وبعدين إلينا كمان، وعلى حالتين أنا بطبيعتي ذكية كتير، فما في حاجة أتعب وأدرس. إيه طبعاً على حالتين حبيبتي، خليكي هيك والقدير ما رح يضيالك تعبك هاد كله. وليش حتى ما تدرس وتتعب؟ هاي بنتك حدا وفيك انتك كمان. صحيح، وينا؟ بس ما تكون رجعت لعند بيت أهلها. لا بس راحت على السوبر ماركت تشتري شوية غراض، من شوي كانت هون. أخي عملت لي مساج كتير منيح، حسيت كل وجع رجلي راح. شفتي كيف؟ أنا ما قلت لك. مدام، رانفير اجى لهون. رانفير؟ عمتي شوفي مين هون، شفته بالسوبر ماركت واجا معي. نيها لازم نحكي. نيها، For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.